عرفتني؟ أنا حبيبك أباليسو، عايش معاك يا ولد آدم، آكل شارب نايم، وأنت ما تداري عن شيء. فاكر؟ فاكر يوم ضحكت عليك وانطردت من الجنة؟ من يومها وربك بيحذرك مني وبينبهك، وانت ساذج تسمع كلامي انا. اذا كان تحبه بتعصيه ليه؟ اذا كان تكرهني تسمع كلامي انا ليه؟ بعد ذا كله تبغى ترجع الجنة؟ انا عندي خبرة الاف السنين في تغريرك وغوايتك، في الضحك عليك، وانت طول عمرك أبله، انت طينة وحتفضل طول عمرك طين، امشيك على كيفي، مع اني ما اقدر اسوي لك شيء، يدوب اوسوس لك بكلمتين وانت تسمع كلامي وتنفذ على طول. انا عارف اني لو قلت لك روح اعبد صنم راح تعصيني، راح تسوي لي فيها متدين ومخلص لربك، لكنك أكبر كذاب يا ولد آدم. تنكر؟ تنكر إني خليتك تعبد كل شيء حوالينك، خليتك تعبد نفسك وكبريائك، خليتك تعبد الفلوس والجنس والمظاهر، خليتك تعبد كل شيء تافه. إذا كان خليتك تعبد هذه، نار، لهب، قطران، مرض، قرف، قطعة مني، خليتك تعبدها عشان خاطري أنا. تقوي لك شخصيتك، ها؟ تعدل مزاجك. ما فيش آية في القرآن تقول حرمنا عليهم التبغ والدخان. شفت؟ أنت اللي بتضحك على نفسك يا ولد آدم، مش أنا اللي بضحك عليك. أنا بس بشجعك على غباك. أنا راح أحرقك زي ما تحرقها، أنا راح أدوسك. تبي ترجع الجنة؟ على جثتي أنا اتلعنت، وأنت لازم تلحقني يا ولد آدم، وأنا وراك والزمن طويل يا ولد آدم. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدواً.